حرير. شيناز حرير بالنسبة للمنشأة راه تركيا، والثمن ديالها راه مفاجأة. دابا اختي مريم إذا ندوزو للزربية في الرولو. زربية في الرولو، ماشي الموكيت زربية، هذا الزربية في الرولو. شوفي ما شاء الله، يعني أي عبار بغات شي سيدة كتلقاه. خويا عبد الرحيم غندوزو دابا؟ غندوزو لهاد الزربية هادي الهودكا. هودكا أخير ما كاين في الزربية. سميتها ألماس؟ لا سميتها الميراج. السلام عليكم متابعين قناة مريم شانيل، كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. غبرنا عليكم ولكن جبنا لكم الصولد والهوسة من عند زرابي حرير السلطان. أول حاجة غنبدا لكم بها هو العنوان. حنا كنتواجدوا في كازا الولفة الحاج فاتح البنات. كتدخلوا مع هاد الزنقة اللي فيها الحاج فاتح، كتشوفوا معايا مخبزة بلادي، ها هو الجامع. كتدخلوا مع هاد الزنقة كلها محلات كاينة الوردة الذهبية، ها هي ها هو زرابي حرير السلطان. اجيو معايا اجيو معايا. السلام عليكم خويا عبد الرحيم. السلام ورحمة الله. كيداير اخويا لاباس عليك؟ بخير. غبرنا على المتتبعين ديالك. ولكن جبتي اليوم؟ ضروري الهوتة والجديد. والجديد. باش غنبداو خويا عبد الرحيم؟ غادي نبداو اختي بهذا العرض هذا. قبل ما نبداو خويا عبد الرحيم نقول للناس المحل كيكون مفتوح ثلاث ايام الاسبوع؟ الا يوم الجمعة. من العشرة؟ من العشرة الصباح لعشرة الليل. توصيل؟ لجميع المدن، 50 درهم توصلك في ما كنتي في المغرب، داخل كازا خارج كازا حتى لباب الدار. واخا تاخذ جوج زربيات ثلاثة زربيات 50 درهم. على حساب الثاني، على حساب المتراج ديال الزربية، إذا كانوا زربيات كبار وما كانوش يقدروا يجيونا جوج في كولية راه كنديرهم جوج في كولية، ما كانش راه كنديرهم، كاين بعض الفترات الكولية اللي كنهزوا فيها حتى ربعة البياسات. بغيتو أكثر من هادشي. ما خصهاش تفوت غير عندنا، ما خصهاش تفوت واحد الوزن 30 كيلو، ما خصهاش 30 كيلو فما قل. تبارك الله ما شاء الله عبد الرحيم راه ليفرا المغرب كامل، بانوا لنا في التعاليق وقلنا كي جاكم الزرابي. شوفوا لي غنبداو بهاد الزربية هادي. هاد الزربية هادي كاملة. شوفوا لي هاد الزربية هانتوما. هادي شحال فيها؟ متر و70 على 2.70. هذا الصنع ديال الإمارات. صنع الإمارات. صنع ديال الإمارات. ها هي. أميرة. سميتها الأميرة، صنع ديال الإمارات. بالنسبة للثمن ديالها راه ثمن خيالي. الكليان ديالنا 270 درهم. 270 درهم، نعاودوا لهم العبار. 400 درهم. العبار؟ متر و70 على 2.70. كامل يشوفوا. وبالنسبة خويا عبد الرحيم الكمية؟ الكمية موجودة، غير هو اللي ما غنعرفوش اش من اللون اللي غيسبق هو الأول اللي يسال. واخا نشوفوا اللوينات، فيها اللوينات. فيها اللوينات وفيها الزواقات. الزواقات مختلفين، شوفوا لي هذه، هذه تاهي غتبقى لهم ب 5400 ريال. 270 درهم. 270 درهم. يلا اللي باقا ما خدات الزربية تجي عند عبد الرحيم. التوصيل جميع المدن، شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله اللوينات. وهذه غيستغلوا فيها الناس. انا كنقولها لهم من دابا قبل ما تسالي الكميه، حتى الناس دابا ما حنا قرب ان شاء الله المناسبه ديال عيد الاضحى. الناس كتبغي تريح في السطح، كتبغي تريح في الطبيعه. صوري دي معاك هيدو خفيفه 270 درهم. خفيفه كتستوى سهله سهله. شوفوا لي خويا عبد الرحيم يلقاو الثمن في شي بلاصه. انا كنقول لك من سابع المستحيلات. من سابع المستحيلات. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله، شوفوا لي البوردو ديال الكرونه، شوفوا شوفوا لي هاد الماغو. غنقول لكم تسارعوا ما عرفناش من اللون غادي سالي دغيا. اما تبارك الله ما شاء الله كيف قال لكم عبد الرحيم راه ما كيصور حتى كتكون عنده الكميه موجوده. الكميه كتكون موجوده. هانتوما هادو اللوينات كاملين غيبقاو لكم ب 5400 ريال. الزرابي رخاصو. رخاصو غير عند عبد الرحيم. شوفوا لي تبارك الله اللي ما بغاش يفرش. شوفوا لي هاد البلوغو ديالها. كاين في الزواقة ديال الوردة وكاين هكا اللي خاوية من الوسط. شوفوا ليا وغيكون معنا حتى ديال الكوزينة وغيكونوا هذا التوابل ديالنا. شوفوا ليا الكري، شوفوا ليا هاد الكري كي جاكم. كتبوا ليا في التعاليق الرأي ديالكم. هانتوما الكري فن هادي. هادي حتى هي 270 درهم. 270 درهم. واللي عجبني بها نقرب لكم هانتوما وصنع من الامارات. الامارات. سميتها اميره. متر و70 على 2.70. متر و70 على 2.70 العبار ديالها. الناس راه فيها غير هذا القياس هذا باش ما يسولوناش على شي قياس اخر ديالها. متر و70 على 2.70 راه هو القياس اللي فيها. عندنا العرض الثاني. هذا. متر ونص على 2.5. متر ونص على 2.5. على 2.5 هذا الموكيت زربية. موكيت زربية. هذا الرطب ساهل في الشطاب خفيف ساهل في الطويان. حتى هو 270 درهم. 270 درهم. 270 درهم. ها اللوينات اللي فيه الزواقات. تبارك
ما شاء الله. العبار راه 150 على 2.50. هذا زعما غيبقى لكم 5400. 5400 درهم. اختاروا اللي بغيت. تبارك الله ما شاء الله وعنده اللوينات وشكيلات مختلفة. شوفوا لي اللي بغى السامبل. يلا تبرعوا ليا هادو كامل غيبقاو لكم 5400. خليكم معنا. اجي تشوفوا معايا هاد الزربيه هادي. هذا اخويا عبد الرحيم اللي كان دار الضجه. هادي ديما دايره الضجه. كانت ما بقاتش. هذا القياس 2 على 3. هي جات الناس اللي سولوا عليها. شوفوا معايا 2 على 3. هادي بشحال غتبقى لهم اليوم؟ 400 درهم. 400 درهم هذا القياس كامل زوميلي حسين. شوفوا اللي عندها شي صالون شوفوا ليا 400 درهم هاد الزربيه هادي. كاينه مفاجاه اخرى. كيف قال لكم عبد الرحيم من سابع المستحيلات تلقاو هاد الثمن هذا. انا بغيت المتتبعين قناه مريم شانيل كلهم يستافدوا من هاد العرض. طلب ديال الناس. عبار كبر منه. هادي شحال فيها؟ 2 على 3 ونص. 2 على 3 ونص. اول مره غتشوفوا معايا 2 على 3 ونص. 2 على 3 ونص. هاد القياس هذا كامل 480 درهم. 480 درهم. 500 درهم. شوفوا لي الزربيه قداش. 2 على 3 ونص. وهاد الثمن كيف قال لكم عبد الرحيم غتلقاو عين عند زرابي حرير السلطان. سارعوا البنات الكميه موجوده اخويا عبد الرحيم. الكميه موجوده 2 على 3 ونص الكميه موجوده. 2 على 3 ونص فيها غير هاد اللون؟ فيها غير هاد اللون البرونه. فيها غير هاد اللون شوفوا معايا تبارك الله سارعوا الناس جاو بزاف. هذه اول مره غدير لنا 3 ونص. هذه اول مره غيتحط هذا العرض ديال 3 ونص. 480 درهم خليكم معنا. ودابا غندوزو لكم طابيس ديال الكوزينه. طابيس الكوزينه فهي ما نسيناش لهم اختي مريم. شحال فيهم في العبار؟ 60 على 2. 60 على 2. وشكيلات مفاجاه 120 درهم. 120 درهم. هذا اونتي باش ضد الانزلاق. ما كيهبطش الماء وكيدخل لماكينه الصابون. هاك. الا تسخات لك ساهله. ماشي هذاك اللي كيتفرتت البنات شوفوا لي الظهر ديالو كيفاش داير فوالا. مريم بالنسبه للزواقات الشكيلات راه مختلفه. شوفوا لي اختاري اللي بغيتي غتبقى لنا 120 درهم. 120 درهم. شوفوا لي 120 درهم. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله 120 درهم. 120 درهم تاخذ الزواقه اللي بغات. راه فيهم زواقات كثار والتوصيل لجميع المدن. الناس خارج غازا الله يخليكم سكرينيو الزربيه اللي عجبتكم وصيفطوا لنا في الرقم اللي كاين على الشاشه. شوفوا لي هانتوما تبارك الله ما شاء الله راه ما شاء الله مازال باقي زواقات هانتوما ويبقى لكم 120 درهم. والناس اللي غادي يبغيو حتى الطابيات صغار راه كاينين غنشوفوا الطابيات هاد شحال غدير لينا اليوم الثمن. قربي على هنا. اجيو تشوفوا معايا هاد الطابيات هادو اللي بغات شي طابيه 25 درهم. اللي بغات شي طابيه تجي تاخذها اللي بغات 25 درهم. بالنسبه للقياس هانتي كنخيطهم. كنخيطهم طابيه 25 درهم. واش باش شي لون راه كنزيدها في الماكينه في السوشي 25 درهم. اللون اللي بغيتي 25 درهم. 25 درهم خليكم معنا. اجي ندخلوا لداخل. اجي ندخلوا معنا لداخل نشوفوا عبد الرحيم اشنو موجد لينا. يا عبد الرحيم بسم الله جديد. هذا الموكيت زربيه. هذا الجديد اخر ما خدم عند عبد الرحيم. هذه سلعه ديال الاردن. ديال الاردن. ديال الاردن. هاد التيكيته ديالها اختي المنشأ الأردن. شوفوا ما هي. حنا دائما كنوريكم اسم ديال الزربية. سميتو بنما صنع في الأردن. فهمتي ما شاء الله. واعر. شوف هذا الباجو طوب. هذا موكيت زربية. هذا موكيت زربية. ولكن راه واعر. ماشي غير فاس واحد. فاس فونسي وفاس كلير. شوفوا معايا. وغنجيكم من هنا باش غتشوفوا هاد الفاس الآخر. هذا خويا عبد الرحيم زربيه هذا جميع القياسات من متر اي عبار بغيت حتى 3 متر في العرض. الثمن كايناش 130 كايناش 140. شحال غتخلينا خويا عبد الرحيم؟ 90 درهم للمتر مربع. 90 درهم فيه اللوينات؟ فيه اللوينات فيه خمسه ديال اللوان اللي دخلوا فيه. شوفوا معايا ديكري. شوف
الفولي الكري ديالو تبارك الله ما شاء الله. هادشي راه كيعطيك كري هنا كري في كري فاتح هنا كيعطيك كرينو بحال كرينوار. دوزي من الجهه الاخرى اختي مريم شوفوا ليا حنا هادشي كنوريوه للناس اللي خارج كازا اللي كتسكريني شوفوا ليا تبارك الله هنا كيعطيك كرينوار ومن الجهه الاخرى كيعطيك كري كلير تبارك الله. هادو فيها جوج لوينات كله كيعطي دوفاس غيبقى لينا ب 90 درهم 90 درهم 90 درهم المتر مربع بالنسبه للعرض والقياس اللي بغيتي راه بالنسبه للعرض راه كيكون فيه المتر ونص في العرض جوج جوج ونص ثلاثه في العرض والطول حتى 20 متر. هذا تبارك الله ما شاء الله هانتوما في الحقيقه لون كاين سيف لون غتحتاروا كاين هاد شنو غادي تختاروا عند عبد الرحيم شوفوا ليا بالكري انت شوفوا ليا شوفي اختي ما شاء الله شوفي الناس اللي ما كتبغيش كتخاف من الوسخ في تبارك اجي تشوفوا ليا واو كيف قلت لكم لون كاين السيفلون غتحتاروا شنو غادي تاخذوا الحقيقه اللوينات كاملين تيحمقوا زواقه غزاله هانتوما هادي غادي تبقى لينا 120 درهم لا 90 درهم 90 درهم اختي مريم مريم شانيل زادت عليكم باش كيبيعوا الناس الاخرين غتبقى لكم ب 90 درهم كمية موجودة والقياس اللي بغيتي شوفوا معايا هذا اللي بغات لون واحد لون واحد إيني مسختي لا كاليتي باينة راه طب في الملمس سهل في الشطاب بالنسبة لهذا راه ما كيكونش غليظ راه الناس اللي كتقلب على الخف أغلبية الناس كيقهرهم الثقل أكيد الناس كلشي ولا بغاو هذا سهل في الشطاب ما كيطلقش الغبرة سهل في الزبان حتى هو السلعة ديال الأردن رطبة فيها هذا اللون الدوغي فيها هذا اللون الكري شوفوا معايا الكري ديالو تبارك الله راه كيعطيك دوفاس علاش كنقول لك راه كتعطي السلعه دوفاس فاس كيكون مغلوق وفاس كيكون مفتوح كاين هذا الترابي شوفوا لي الترابي تا هو فن كاين هذا الكرونا كاين هذا الباج كريمي الباج الباج كريمي وكاين الباج الباج هذا شحال غيبقى لينا حتى هو 90 درهم 90 درهم حتى الايني هذا حتى الايني 90 درهم عندنا هاد الزواق مفاجاه سميتها نوفا تشوفوا معايا شوفوا معايا هاد الزواقه هادي شنو سميتها؟ سميتها نوفا نوفا سميتها نوفا شوف هي الزواقه ها هو حتى يلاه دخلنا عير البارح الكليان ديالك ها الاسم ديالها شتي نوفا المنشأ راه تركيا بالنسبه للثمن اش غنديروا لهاد السلعه اختي هادي لنا تهلا في المتتبعين ديالك ديما كيقول لك صديق الفقار نخافك تصدمي لي لا 75 درهم هذا لأول مرة 75 درهم كتبوا لي في التعليق واش كاين هاد الثمن ولا ما كاينش 75 عبد الرحيم تيقول لي من سابع المستحيلة تلقاو هاد الأثمنة هادي وفيه اللوينات شوفي المتتبعين ديالنا عارفين حافظينك عبد الرحيم ها ولاو عارفينها ولاو عارفينها ومتأكدين منها شوفوا لي هاد اللون حتى هو حتى هو 75 درهم 75 درهم واو شوفوا لي اجي تشوفي حتى هو راه كيعطي دوفاس هاد الفاس كلاغ وشوفوا ليا حتى هاد الفاس هذا تبارك الله ما شاء الله 75 درهم واللوينات شوفوا ليا هاد كل هذا الدوغي يلاه اللي باقا ما فرشاتش خدات الزربيه هذه هي الفرصه شوفوا معايا كاينه برومو عند عبد الرحيم 75 هاد العرض محدود ولا غيبقى دائما عند عبد الرحيم هاد العرض هذا تتجي اختي مريم تصور له باش جايه شوفي انت وقتاش بغيتي تجي وقتاش بغيتي يبقى لهم العرض شهر شنو شنو بغيتي؟ بغيتي تعطلي عليهم شهر وما يشوفوش الحميزات الجايين؟ لا 15 يوم ياك تبقى لهم جوج سيمانات البنات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله هانتم ثلاثة الأسابيع غيبقى لكم هذا البرومو حتى تاخذوا كلكم غير هو اللون اللي غادي يسالي دغيا ما غاديش نعرفوا علاش كنقول لكم ساريه أما الكمية تبارك الله عبد الرحيم كنعرفوا ما كيصور حتى كيجيب الكمية كثيرة باش كل شيء فرش وكل شيء يلقى شوف واو 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 ولي الرأي ديالكم هذا كلاس تبارك الله ما شاء الله هذا في سيجو كيفتح النظرة كيفتحها وكيبين لك الصالون واو شوفوا معايا هاد الفاس الاخر واو كيحمقني هاد لاكولوغ هادي من كاين الناس اللي كتخاف من الوسخ ولكن راه اونتيطاج دغيا ومع البرودوي اللي عند عبد الرحيم بقايش تفكري ما غاديش تبقاي تفكري لا في الوسخ لا في الوسخ برودوي العجيب اللي خداو الناس جربوه ما كيصلحش غير الزرابيل الكليمطات اي بقعه عندك في الدار ديالك لا في الطوموبيل ها هو غيجيبوا لنا عبد الرحيم وتشوفوا الثمن ديالو قول لي كي جاكم رايكم في هذا هذا راه فن فن كيحمقني هذا اللون في الصالون في السيجو شوفوا ليا تيجي مع اي لون ديال الكليمطات ها هو القرعه ديال البرودوي راه هي هذه الثمن ديالها راه 50 درهم راه ثمن رمزي
بالنسبه للاستعمال ديالو هذا كديرو في قرعه رشاشه قرعه كتكون رشاش فيها البخاخ غير كترش بحال كترش الريحه راه كنا درنا لكم لاكريس وحيدنا من الزربيه كدير فويطه سريبيته حداها وكدوز انا ما كنقولش للسيده ديريها حقي اه غير هكا في فوق بحال كدوزي تبان لك الطبعه حيدات بسهوله وهذا متعدد الاستعمالات انه كيليق الزرابي كيليق الحوايج الحوايج الطوموبيل الكوزين هذاك اللي دام وداك الشيء يبان لك هابط كيجري على راسو ما تحتاجيش تبقاي تحكي هذا ضروري خصو يكون عندك في البيت ديالك فهمتيني اي بقعه الاستعمالات عنده واحد الاستعمال واحد الميزه اخرى هو ان السيده ملي كتصبن الزربيه ديالها الا بغات تصبنها ملي كتسالي كتشللها كتخوي منه شويه في الماء ديال التشلال وكتخوي عليه كتخليه هو الاخر كتخليه هو الاخراني باش ملي كتجمع زربيتها ترولي او تبغيها تسقطر واخا تبقى حتى يومين ما تعطيهاش الريحه واخا تبقى حتى ثلاث ايام ما تعطيهاش الريحه بغيتو اكثر من هادشي وملي كتنشف كتبقى فيها واحد الرائحه هائله يلا البنات ساليو 50 درهم هاد القرعه هادي 50 درهم واش هاد القرعه ما تزيد معها لا ما لا والو ما تزيد معها لا ما لا والو كيف ما كنعطيوها لها كيف ما تخويها في قرعه الشاشه ترش وتمسح خليوكم معنا شنو غندوزو خويا عبد الرحيم دابا شوفوا معنا هاد الزواقه هادي شوف هاد الزواقه تبارك الله هادي كتجي بلدية رومي بلدية رومي بلدية رومي بالنسبه للثمن ديالها راه 80 درهم حتى هو راه موكيد زربيه فيه هاد اللون هذا الكري وفي هاد البورطه شوفوا معايا فيه البورطه فيه اربعه الالوان فيه البورطه ديالو هذا في اي عبار اي عبار بغات تلقى شوفوا لي البورطه ديالو كاين هذا شوفوا كاين حتى هاد الباش بوب الغني عن التعريف بالدوغي شوفوا معايا اللوينات تبارك الله ما شاء الله اختاروا اللي بغيتوا هذا غيبقى لكم فقط ب 80 درهم بالضبط اللوينات هادو اللي كاينين كاين حتى هاد اللون هذا الشطاب رطب خفيف حتى الناس اللي كيخافوا من الوسخ ما كيطلق لا غبره لا والو وبالنسبه للثمن ديالو راه 80 درهم 80 درهم وفي هاد اللوينات هادو حنا بدينا اليوم من 75 درهم يعني اش بغيتي 75 كاينه 80 كاينه 90 يلا سارعوا البنات واي عبار بغيتي راه غتلقاي في هاد الموكيط هذا معنا ثلاثة لوينات تبارك الله ما شاء الله وراه كاينه حتى الزرابي شوفوا معايا دابا اختي مريم اذا ندوزو للزربية في الرولو الزربية في الرولو هذا ماشي الموكيت الزربية هذا الزربية في الرولو شوفي ما شاء الله يعني اي عبار بغات شي سيدة كتلقاه كتلقاه هادشي آه. اللي غنوريهم اي عبار بغات غادي تلقاه هادي راه ما شاء الله شوفوا لي كيفاش متقونة هذا راه الهود كام الشعرة ديالو تبارك الله تاليا طالعة وبالنسبه للثمن ديالو راه 230 درهم متر كاري 230 درهم المتر بالنسبه لهذا راه سميتو نوفا بليس نوفا بليس نوفا بليس باش يعرفوا حتى الناس تبع الاسم ديالو في لوينات هذا كيكون فيها القري القري نوفا بليس عرفتي في شي سيجور كيجي غزال شوفوا معايا عندنا هذه حرير الماس الناس راه ولات عارفه عندنا تبارك الله حفظوا حتى الاسامي معنا بحال والله اختي هذه حرير الماس فهمتي اختي شتي الفاس من ليه اجي تشوفي الفاس من ليه شوفي لي تبارك الله ما شاء الله وهنا غيجيكم مغلوق مغلوق في هذا اللون هذا شوفوا معايا هذا اللون تبارك الله هذا هادي زربية في الرولو شوفوا لي تبارك الله في الرولو الله غير هو راه مابقاش عندنا فيها جميع القياسات كاين العبارات اللي سالاو اللي سالاو اللي سالاو الناس قبل ما تدير تسولنا اللي بغاتو بغات تجي للمحل ولا بغات من بعيد ولا كذا تسولنا في الواتساب اي استفسار اي سؤال تواصلوا معاهم في الرقم تغير ديريكت نجاوب نقول لها العبار واش كاين ولا ما كاينش باش ما تعذبش الرقم كاين على الشاشه اللي بغيتو تسولوا بغيتو تعرفوا شي حاجه مرحبا هذا راه مازال غادي يدخل عندنا راه باقي ما وصلش شوفوا ليا اللي تبارك الله ما شاء الله هذا الكيغي وفي هذا البريونس كيف كتشوفوا معايا شوفوا واه لوحه فنيه هذا بالنسبه للثمن ديالو راه 230 درهم للمتر مربع 230 والسميه حرير الماس شوف لي الزربيه في الرولو الزربيه في الرولو عندنا فيه حتى هاد الدوغي هذا شوفوا معايا هاد الدوغي هذا الدوغي ديالو ما بقاش ولكن غادي لا ما بقاش غير في الميترونس باقي في العبارات الاخرين شوف لي تبارك الله ما شاء الله
هادو هما اللوينات اللي كاينين اللي فيه. عندنا هذا تبارك الله، هذا في جميع القياسات حقيقة. غتحتاروا اشنو غتاخذوا. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هذا حتى هو هذا زربية ولا موكيت؟ هذا زربية في الولو. زربية في الولو الثمن ديالو راه 200 درهم متر مربع. فيه هاد الزواقة هادي في هاد اللون، وفيها الكري ديالها. شوفوا لي الكري حتى هو كري نوار. واو فنة ديال كري نوار فنة. هانتي اختي مريم جي تشوفي اللون من هنا، راه كلهم كيعطيو دو فاس، كيعطيكم فاس كلهم الخدمة ديالهم تروضي ما شاء الله. كاين الزواقة الاخرى حتى هما فيهم جميع القياسات. جميع القياسات هذا ما كاينش العبار اللي ما كاينش، كلشي العبارات كاينين فيه. هذا متوفر عندنا في جميع القياسات. بالنسبه للثمن ديالو راه 200 درهم متر مربع. بالنسبه للاسم ديالو راه فلوريدا. فلوريدا اسم ديالو. شوفوا لي هاد الفاس عاوتاني كيفاش كيعطي. كولوار حتى ل 3 متر في العرض. من الكولوار حتى ل 300 متر في العرض. هذا حتى هو 200 درهم 4000 ريال. بالنسبه للاسم ديالو راه السفير. السفير راه تركيا ديال تركيا. هذا غيبقى حتى هو 200 درهم. 200 درهم في جميع القياسات. في هذا اللون هذا. كولوار حتى 3 متر في العرض. واللون؟ واللون في غير هذا اللون هذا. هذا يجيك مع واعر واعر واعر. مع اي لون. عندنا هاد الزواقه هذه يلاه دخلات. سير اختي شويه من جنبي. اجوا معايا تشوفوا هاد الزواقه هذه. هاد الزواقه هذه ما جاتش في اللولو، جات مصوبه. الانسان كيطلب القياس اللي بغا. في جميع القياسات. في جميع القياسات. شوفوا لي هذه وقول لي الراي ديالكم. تبارك الله ما شاء الله. عاودي شوفي اللون من هكايا باش يشوفوا المتبعين مزيان. شوفوا لي من هذا الفاس عاوتاني واعر. هذا باش غتبقى لينا؟ بالنسبة للاسم ديالها والمنشأ راه تركيا. الزيرة. بالنسبة للاسم ديالها راه تركيا. والثمن 180 درهم للمتر مربع. 180 درهم. سيريو اللي بغات شي حاجه تواصل معهم في الرقم اللي كاين. الناس خارج كازا سكرينو صيفطوا لينا في الواتساب. خويا عبد الرحيم غندوزو دابا غندوزو لهاد الزربيه هادي الهودكا. هودكا اخر ما كاين في الزربيه. سميتها الماس؟ لا سميتها الميراج. الميراج الميراج ها الاسم ديالها كيف ما عودنا الناس. المنشأ تركيا بلغاريا. بلغاريا سميتها الميراج. ها المنشأ بلغاريا. شوف تبارك الله. شوف الزواقه راه كتبان من الظهر تبارك الله واعر تبارك الله. هادي خفة وجودة. هادي الهودكا. شوفوا هي هودكا. بالنسبة للألوان راه فيها أربعة ديال الألوان. أربعة اللوينات. فيها هاد اللون هذا الكرونا. وفيها تبارك الله دايرة فاش 4 متر في الطول ولا؟ شوفي. جميع القياسات. حتى 7 متر في الطول. حتى 7 متر. حتى 3 متر و40 في العرض. الناس اللي عندهم هكا صالونات كبار شوفوا لي تبارك الله. 3 متر و40 في العرض. واللوينات فيها أربعة ديال الألوان. خليكم معنا غتشوفوا معنا اللوينات ديالها. كاين فيها هاد اللون كريمي. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. كي جاكم حتى هاد اللون هاد الكريمي هذا تبارك الله. شوفي 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 زربية لون كلاس تبارك الله. فنين وبطبيعة الحال راه البرودوي كيهنيك من جميع الطبيعة. ما تخاف ما تخافيش من الوسخ. الا كنتي كتعشق هاد اللون كتفكري في الوسخ ما تخافيش. مع داك البرودوي العجيب كيهنيك من اي طبعة. كاين هذا السيال. شوف السيال ديالها تبارك الله حقيقة. اللوينات كاملين تيحمقوا. الاذواق تختلف. شوفوا لي حتى هاد اللون هذا شحال هو شحال زوين. هذا شحال غيبقى لنا خويا عبد الرحيم؟ هذا 280 درهم للمتر مربع. 280 درهم. وحنا الناس كنقول لهم قبل ما تشري تيبحثوا عليه وعرفوا شحال دايره. شحال دايره عاد باش يجي يشري. الميراج. المنشا بلغاريا. المنشا بلغاريا. شوفوا لي في هذا اللون. هذا شحال في المتر؟ جميع القياسات. جميع القياسات من المتر و 60 على 2 حتى ل 7 متر في الطول. و حتى ل 3 متر و 40 في العرض. بالنسبه لهاد الترافي راه كيعطي دو فاس. راه كل هكا فاس كيبان لك كلير فاس كيبان فرونسي كيف كتشوف معايا. هذا كيبان لك مغلوق تبارك الله. شوفوا لي زربيه ما شاء الله. خليكم دابا غنوريكم جميع انواع ديال الزرابي. دابا حنا العشاق البلدي. هو جايب لكم
عندنا هذا اللون هذا السيال، هذا لا مارك اخرى سميتها الزربيه، هذه سميتها الحقيقيه. كاين اللي عندها سمية مزور؟ ها؟ كاين اللي عندها حقيقية؟ لا، وعندها السمية اللي كتعجبني يقولوا لي بها الناس. هانتي اختي موناليزا. موناليزا المنشأ بلغاريا. بلغاريا، ولكن أنا كنفضل أن الناس يقولوا لي الزربية بثمن الموكيت. هذه الزربية بثمن الموكيت. بثمن الموكيت. اللي كانت دارت ضجة. دارت ضجة. بالنسبة للثمن ديالها راه 120 درهم للمتر مربع. 120 درهم. بالنسبة للكمية راه بدات كتسالي، كاين العبارات اللي ما بقاوش. واللوينات؟ اللوينات أنا غنوريهم اللوينات كاملين. شوفوا لي اللوينات ديالها غتبقى لكم 120 درهم. 120 درهم. لا تخويا عبد الرحيم، كاين الناس اللي كيسمعوا 120 درهم تيتخلعوا. شوفي اختي شوفي. دابا بحال هاد الزربية شحال دايرة كاملة؟ مثلا هذا القياس هذا. هذا القياس هذا. القياس هذا فيه متر ونص على 3.5. متر ونص على 3.5 بشحال غتبقى لهم؟ متر ونص على 3.5 فوا 120. 630 درهم. 630 درهم باش غتبقى لكم الزربية كاملة. موناليزا المنشا ديالها بلغاريا. بلغاريا زربيه قابلديه، زربيه مخيره هماويه. واختاري اللوينات اللي بغيتي. شوفي الخدمه ديالها كيدير. شوفي الخدمه ديالها كيدير. الفينيسيو خفيفه سهله في التشبان في التصبان في التشطار. فيها جميع المعايير. شوف معايا تبارك الله ما شاء الله. اللوينات كيفاه غير هاد اللوينات هادي اخويا عبد الرحيم؟ فيها مازال باقي. باقي فيها اللوينات؟ كاين فيها هاد السيال، هذه هي اللي كنقول لها زربيه بثمن الموكيت كتبقى لكم 120 درهم. وما تخافوش تسمعوا 120 درهم راه ما كطلعش الزربيه كلها راه كتجيكم. شوفي اختي جوج على خمسه كتفرس الصالون على قدو. جوج على خمسه شحال كتبقى؟ 1200 درهم. 1200 1200 درهم. شوفوا لي البوردو ديالها. ها البوردو ديالها. ومازال عندنا اللون الكريمي. باقي الكريمي. واي عبار بغيتو بغاتو تلقاه. 3 متر في العرض و حتى 5 متر في الطول. الطول. شوفوا لي موناليزا. اسم ديالها الحقيقي موناليزا، اسم ديالها الثاني. الثاني هو الزربيه بثمن الموكيت. الزربيه بثمن الموكيت. شوفوا لي هذا الباج ديالها تا هو شحال. الباج تبارك الله ما شاء الله راه كيعطي تا هو. بحال الصغيره شحال غتبقى لينا؟ هذه شحال فيها؟ مترونس على جوج اونس 450 درهم. مترونس على جوج اونس 450 درهم. هذا القياس هذا كامل 450 درهم، متر و50 على جوج وخمسين. الناس اللي بغات تعبر عندها شي صالون بغات تحسب 120 درهم كتضربها. كتضرب الطول في العرض. الطول في العرض. الطول في العرض كيعطيك الثمن. كيعطيك الثمن. بالنسبة عندنا هذا العرض هذا. شوفوا لي تبارك الله. هادي؟ هادي شوفي الاسم تبارك الله. شاهيناز. شيناز حرير. شيناز حرير. شيناز حرير بالنسبة للمنشأ راه تركيا، والثمن ديالها راه مفاجأة. 150 درهم للمتر مربع. 150 درهم. 150 درهم للمتر مربع. كتشبه لهذيك بهار. شوفوا لي هذه شيناز حرير. شيناز حرير. المنشأ تركيا. فيها هذاك اللون. 150 درهم. فيها حتى الكريمي ديالها هو غنوريه للناس. واخا شوفوا معايا الكريمي ديالها حتى هو. راه فيها جميع القياسات. شو الكريم ما شاء الله كيفاش كيجي حقيقه راه الزرابي كاملين. ها نتوما هذا الله يعطيكم الرزق باش تجيو تقداو. اما جميع انواع الزرابي راهم تيحمقوا. ها نتوما هذا الباج كريمي ديالو. كيف كنقول لكم اللي كتعشق هذا اللون راه ما تخافش من الوسخ. كاين البرودوي العجيب اللي غيهنيك من اي طبعه من اي طبايه اي بقايا عندك. عندنا هذه سميتها بهار. بهار كتشبه لشيناز حرير. نفس تقريبا ناقلين عليها الزواق. شيناز حرير قلنا على هذا بهار ودرنا لهم فيه ثمن خيالي. هذا شي صالون طويل. شوفوا لي قداش. هذه تبارك الله بهار. هذه بشحال غتبقى لنا خويا عبد الرحيم؟ 190 درهم للمتر. 190 درهم. هذه بلغاريا. هذه المنشأ بلغاريا. بلغاريا. فيها هذا اللون هذا. وفيها الكرونه ديالها. فيها حتى البوردو كيف كتشوفوا معايا. شوفوا معايا هذا البوردو ديالها. البوردو ما شاء الله. هذه تاهي غتبقى لنا 150؟ 190 درهم للمتر. 190 درهم بهار. هذه بهار 190 المنشأ بلغاريا. المنشأ بلغاريا. عندنا
فيكتوريا. 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 منشأ تركيا. منشأ تركيا. شوفوا ليا. والثمن راه ثمن خيالي. هذه 160 درهم للمتر مربع. 160 درهم. فيها هذا اللون وراه دخل فيها حتى الكرونة ديالها. كان فيها متوفر فيها غير هذا اللون. دابا راه ما شاء الله تعشق الكرونة. راه وفرناه ليه. شوفوا ليا هذا البورد حتى هي. هذه شحال غتبقى لينا؟ هذه فيكتوريا 160 متر مربع 160 درهم. هذه فيكتوريا باش يعقلوا على الناس الاسم. الناس حفظوا معنا الاسماء. عندنا اخر زواقه غنخدموا. شوفوا ليا هذه اخر زواقه خدمنا في البلدي. هذه شنو سميتها؟ هذه سميتها سولينا. سولينا ها هي. من شعرة تركيا. تركيا. والثمن غنديروا فيها ثمن خيالي. شحال غتخليني؟ 180 درهم للمتر مربع. 180 درهم. سولينا تركيا. فيها البوردو. وفيها البيج ديالها. هادو هما جوج اللوينات اللي كيمشيو. راه سولينا وبالنسبة للثمن راه 180 درهم للمتر مربع. 180 درهم. تبارك الله واعر. حقيقة جميلة بزاف. المتتبعين. شوف ما شاء الله الحرير ديالها كي داير رطبه سهله في التشطار. شوفوا لي الظهر ديالها ما كتطلق لا غبره لا والو بطبيعه الحال. وفيها الباش كريمي وفيها هذا البوردو هذا اللي كتشوفوا معايا. عشاق الترابي الناس اللي كتخاف من الوسخ. فلامينغو. هذه المنشا ديالها بلغاريا. بلغاريا. شوفوا لي فلامينغو حتى هي فيها جميع القياسات. ها السميه ديالها فلامينغو المنشأ بلغاريا. الثمن ديالها راه 290 درهم للمترو. 290 درهم. راه فيها الكرونه وفيها البيش. شوف لي تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله. هادي دايره 100 190 درهم للمترو. 190 درهم للمترو راه فلامينغو. الناس يسكريني وعقلوا على الاسماء باش ما تدورش. نكملوا اللون ديالها الثالث باش نزيدوا الناس حتى اللون ديالها. تبارك الله راه كاين حتى الزرابي البلجيكيه ديال بلجيكا بطبيعه الحال. هذا عبد الرحيم شحال غيبقاو لينا هذا؟ هاد الزرابي هذا بالنسبة لهذا القياس هذا راه كيكون فيه متر وستين على 32 هذا كيدير 1100 درهم. هادو كاملين 1100 درهم زربيات كاملين 32. بالنسبة لهذا راه سميتو طوباس. طوباس هذا راه طوباس هذا ديال بلغاريا هذا ماشي ديال بلجيكا. هذا بلغاريا بالنسبة للمتر وستين 32 كطيح ب 1100 درهم. بالنسبة للثمن ديالو المتر مربع راه 300 درهم. 300 درهم هذا هو ديال بلجيكا. هادو هاد الزواقة هادو كلهم ديال بلجيكا. هادو تما متر وستين على 32 1100 درهم. 1100 درهم عرفتي الناس اللي كيعرفوا زربيات بلجيكا واللي خداوها راه فنين. القياس الاخر جوج على 92. جوج على 92 الثمن راه 1800 درهم. ما شوفوا معايا 1800 درهم جوج على 92. حنا نسرحوا لهم شي زواقه باش الناس هذيك الساعه اللي بغى راه نصيفطوا ليه الزواقات ولا يشوف الفيديو اللي قبل من هذا راه فيه كاع الزواقات. ديما كنصوروا لكم بغيناش نطولوا عليكم لا فيديو. باش ما نطولوش الفيديو. الزربيه ديال بلجيكا شوفوا ليا. شوفي ما شاء الله. هز اخويا عبد الرحيم. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله. راه فيها العديد من الزواقات. ما كملناش اللون ديال فلوريدا. فيها هذا اللون هذا الباش كريمي. شوفوا ليا هذا الباش كريمي حتى هو. هاد فلوريدا كتبقى لينا؟ هادي فلامينغو ماشي فلوريدا. قلتي انت اللي قلتي فلوريدا. هادي فلامينغو. هي راني غلطت راه سميتها فلامينغو وبالنسبه للثمن ديالها راه 190 درهم للمتر مربع. 190 درهم للمتر مربع. غندوزو لحبيب الجماهير اسطنبول. اسطنبول هادي العامره. هادي العامره. هادي اسطنبول راه الناس عارفينها راه صافي حفظوها بزاف ديال لي كاليتي. ولكن كاين المنشأ ديال تركيا وكاين المنشأ ديال بلغاريا. شوفي حنا كنخدمو بالاوريجينال بلغاريا. بلغاريا الثمن ديالها 190 درهم للمتر مربع. 190 درهم للمتر مربع. فيها هاد الكريمي. فيها هاد الكريمي وفيها
فيها البوردو. بوردو شوفوا معايا، ها هي البوردو ديال اخويا عبد الرحيم، شوفوا معايا هذا البوردو مشارجيا. شوفوا لي هذا البوردو هادي، شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله فيها البوردو مشارجيا. كاين ناس عشاق اسطنبول. هادي اللي شفتو معايا العامره دابا من الوسط، وهادي راها خاويه. هادي الخاويه شغل سقينا اسطنبول 190 درهم، 190 درهم متر مربع. حنا كندويو ديما على اسطنبول اوريجينال ديال، وفيها القياسات كاملين، فيها جميع القياسات والتوصيل فيما كنتي في المغرب توصلك لا كوموند ديالك ب 50 درهم. 50 درهم يا داخل كازا يا خارج كازا، فيما كنتي في المغرب حتى لباب الدار. وبالنسبه للمحل راه كناكدوا عليها باش الناس ما تجيش تجمعوا تلقانا سادين، راه حنا كنحبوا دائما تنقول، وقلت لكم في اول فيديو من 10 الصباح المتتبعين ديالي، قلت لكم في اول فيديو بان الجمعه تيكون محاسد. عندنا باش ما تجيوش معذبين، بالاخص الناس كيجوا عندنا من المدن، من زيو، من تحيه الناس زيو، مرحبا بهم. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله هزر بها حرير شينا. سمحوا لي رانا غلط، حرير شينا معايا في القياس الكبير ديالها، هذه هي اللي دايره 150 درهم للمترو. تبارك الله اي قياس بغيتي غتلقاي عند عبد الرحيم الصريبيه. شوفوا معايا هذه ديال بلجيكا حتى هي، هذه راه فنه، كتكون البنات في لقيتهم في بلايص اخرين غاليين غاليين غاليين. عند عبد الرحيم هذه شحال دايره الزربيه؟ 1800 درهم. 1800 درهم واه. دابا خويا عبد الرحيم غندوزو هذه، ندوزو لاريزونا. لاريزونا هذه مربعة، زربيه مربعه، هذه فيها جوج على جوج، جوج على جوج مربع، فيها جميع القياسات، فيها 6 متر في الطول، 6 متر، 6 متر في الطول. بالنسبه للمنشا راه تركيا، تركيا راه اريزونا، والثمن ديالها راه 220 درهم متر مربع. هذه هي كتعتبر من الهوت كام، والناس راهم واخدينها 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 من عندنا، يبانوا في التعاليق. شوفوا لي البورد ديالها، شوفوا لي، واو، اي عبار بغيتي غتلقي. شوفي ما شاء الله، شوفوا لي شوفوا لي هادو راه كيكونوا على حساب القياس. كاين القياس اللي كيكونوا فيه جوج، كاين القياس اللي كتجي فيه غير وحده، كاين القياس اللي كيكونوا فيه حتى ثلاثه. شوفوا لي بالنسبه للتسميه راه اريزونا، المنشا المنشا تركيا، تركيا. والثمن 230 درهم المتر مربع، 230 درهم. هانتوما فيها هذا الباج وفيها هذا البوردو هذا. وهنا خويا عبد الرحيم كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيناش بكم. بالنسبه كاين عندنا حتى الفيرزاتشي، ها هي الفيرزاتشي راه نسينا ما صورناش الناس، راه فيه ثلاثه ديال الالوان في حتى كل ورد ديالو، والثمن بالنسبه لكل ورد راه هما موجودين في جميع القياسات، ماشي غير في بالنسبه لهذا الفيرزاتشي، راه كاينه في اسطنبول، كاين في اريزونا، كاين في موناليزا، يعني اي حاجه بغيتوها. حنا ما كنستطعوش اننا نصوروا لكم كل شيء، كاينين الطروه بياس، كاين الضير، كاين الروند، كاين كل شيء اللي تخيلتيه في بالك راه فيه. واي حاجه بغيتيها سولي على في الواتساب يصوروا لك، حنا نجاوبوك. وبالنسبه ل كان في الاخير كنشكروا الدريه اللي معنا، السيده اللي معنا اللي مقابلنا الواتساب، حكيمه حكيمه. وكنجدوا ثاني الناس الذكر بانهم يصبروا عليها شويه، لانه كيكون الضغط على التليفون. اكيد البنات، تحيه لجنود الخفاء اللي ما كيبانوش وما تجاوبش تعطلات عليه واحد شويه، يكون على اكيد انه غتجاوبوا ويكون على واخد راحته. راه غادي الله عبد الرحيم راه ولا معروف في المغرب وخارج في كازا وخارج كازا. بالنسبه لي كوموند حنا كنقولوا كنعاودوها، راه كاينين اكراهات، راه كاين بعض الخطرات حنا الكوليه حنا كنصيفطوها الشركه ديال لا ليفريزون تقدر تعطل عندها الكوليه. يعني اللي ما وصلتوش على 48 ساعه ولا ما وصلتوش على يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام، الانسان غير يصبر راه غتوصل الكوليه حتى لباب دارو. والناس اللي وصلاتهم المشكل انه كاين بعض الناس اللي كيكون كيتسنى في كوليه كيبقى بارك في الدار مديرها. انا كنقول لكم ما تبركوش في الدار ديروها، خرجي قضي اغراضك صافري. ملي عيط لك الليفرور يقول لك اختي راه عندك واحد لا كوموند جايك من كازا، عندك واحد لا كوموند ديالك ما كايناش في الدار، غتقول لي خويا انا ما كايناش في الدار، غنكون تنهار الفلان الفلاني الساعه الفلان الفلاني يجيبها ليا، ولا انا ملي غنكون في الدار غنتصل بك راه غادي يجيبها لك حتى لباب الدار باش الانسان يكون مطمئن. وبالنسبه للاخت حكيمه اللي معانا راه هي ماشي كتخدم معايا في الواتساب، بالنسبه للزرابي راه عندها بزاف ديال المنتوجات راه هي كتخدم بها، الناس يدخلوا معاها الجروب، راه عندها جروب فيه تبارك الله ما شاء الله من النساء. تبارك الله. راه ما تحتاجوا المراه يوميا في محلها راه كتبيعوا وباثمنه جد مناسبه. وفي الاخير كنقول لكم السلام عليكم. وعليكم السلام.
بالنسبه للناس اللي توصلوا السلع من عند الاخ عبد الرحيم تبارك الله ما شاء الله، راه الليفره اللي قلت لكم للمغرب كامل وحتى خارج المغرب، يبانوا لنا في التعاليق ويكتبوا لنا شي كومونتير كيف جاتهم، كي جاهم الزرابي اللي عند عبد الرحيم. وانا غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.